أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة سنتوقف مع شاعر مختلف إلى حد كبير، فهو حمل على عاتقه مشروع تصحيح مفاهيم لغوية لدى كثيرين، سواء من المشتغلين في اللغة ذاتها أو من محبي اللغة العربية على امتداد الخريطة الواحدة من خلال وسائل التواصل، وكذلك من خلال العديد من المحاضرات وورش العمل التي دعي إليها وكان إضافة حقيقية فاعلة فيها ومؤثرة. في هذه الحلقة سنتوقف مع شاعر جعل من ذاته وقفا من أجل خدمة العربية وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة عنها، وكذلك تصحيح الكثير من الألفاظ الشائعة لدى الكثيرين من المحبين لهذه اللغة العالية. ضيفنا من جمهورية مصر العربية عبر سكايب الشاعر الجميل محمود سلام أبو مالك، حياكم الله. أستاذ محمود، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله وبياكم وأسعد قلبك على هذه المقدمة البديعة، يعني هكذا يقدم الأصدقاء وأصدقائهم، جزاك الله خيرا. إنما هذا هو حقك، لا منة ولا مجاملة ولا محاباة في هذا، وإنما هو الحق كل الحق. أستاذ محمود، في البداية حبذا لو تحدثنا عنك في حدود ما تود أن نعرف. حسنا يا صديقي، أنا شاعر مصري، يعني أحببت الشعر أولا ثم دفعني هذا إلى الالتحاق بدار العلوم جامعة القاهرة، ومن يومها وأنا أمارس الشعر وأمارس اللغة تدريبا وتحبيبا وتقريبا، وهكذا يعني تستمر العجلة، يعني بجناحي الطائر كما يقولون، بجناح الشعر وجناح اللغة، عملا ودراسة وهواية وشغفا ووسيلة للتقرب إلى الأحباب من أمثالكم. جميل جدا أستاذ محمود، يعني هذه المقدمة يعني تشي بالكثير من الجمال الذي سيكون حاضرا في هذه الحلقة، حتى في نثرك ومقولك العادي لا يخلو من الشعر ولا من السجع العميق والدلالات الواسعة. قبل أن نذهب إلى الشعر، وربما يكون هناك العديد من المفاجآت في طروح وأسئلة هذه الحلقة، أستاذ محمود، كيف بدأت فكرة منصة صحح لغتك أو صحح لغتك؟ حدثنا عن هذا المنجز وهذه الانطلاقة. صحح لغتك يا مصطفى مطر، تفضل. نعم، صحح لغتك هي مبادرة فردية في المقام الأول، بدأتها في ديسمبر في اليوم العالمي للغة العربية في عام 2014، وأمارس من خلالها حبي لهذه اللغة مع الأصدقاء على اتساع الخريطة كما قلت، من المحيط إلى الخليج، نتشارك حبنا لهذه اللغة عبر رصد أكثر الأخطاء الشائعة، عبر تصحيح المفاهيم الخاطئة في قراءتنا للنصوص، فعاليات على الأرض وعبر الأثير، نحاول أن نصحح اللغة، ونرى أن تصحيح اللغة هو وسيلة لتصحيح الأفهام، نرى أن اللغة وسيلة لكي تمكننا من الاتصال بهذا التراث العظيم الذي تركه لنا أجدادنا في حضارة مهيبة، حضارة عربية إسلامية عظيمة، تستحق منا أن نحسن قراءة ما كتبوه، وإلا فلقد انقطع الاتصال بيننا وبينهم. أحسنت كثيرا. أستاذ محمود، هل فكرة صحح لغتك قائمة فقط على أسلوب رد الفعل، أم أن هناك خطة لنشر محتوى، وهذه الخطة يعني وفق برمجة زمنية معروفة لديكم؟ على العكس، يعني نحن نرى أن التحرك يعني بطريقة رد الفعل إنما هو تشتيت للجهود وتضييع للبوصلة، تضييع للخريطة، فالأصل الابتداء، الأصل أننا نبدأ في نقل مستويات الناس المتابعين، ونحن الآن يعني يتابعنا ما يقرب من ربع المليون على الصفحة، فنحاول أن ننتقل بهم خطوة خطوة،
بدءا من المستويات الأولى التي نؤسس فيها للغة نعم الصحيحة، وصولا إلى أن يحسن الناس كتابة أفكارهم ومشاعرهم بلغة صحيحة دقيقة، وأن يحسنوا كذلك قراءة النصوص من القرآن الكريم والشعر العربي والحديث الشريف إلى يعني إلى 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 آخر هذا التراث. فالخطة التي نتبعها هي أن تتدرج مستويات العرض والطرح سنة بعد سنة، وهذا جميل قدر المستطاع طبعا، يعني لا نزعم أننا نجحنا فيه نجاحا كليا، لكنه هذا الذي نرجوه. إضافة أيضا إلى اتخاذ الحياة والحياة اليومية اليومي والمعيش اتخاذه وسيلة لتقديم هذه اللغة، يعني نحن نحاول أيضا ألا ننعزل عن الواقع، أن نتابع ونرصد ما يجري من حولنا، مسابقات شعرية كبرى، مبادرات طرحت، قضية تشغل الرأي العام، نرى أن الشعر أو أن اللغة وسيلة لفهمها فهما دقيقا، نحاول أن ندلي بدلونا فيها من غير الوقوع في فخ الشائع أو الترند أو ما يقولون. هذا جميل جدا، ويعني يخبرنا عن دوركم الكبير والمهم جدا في خدمة العربية، ونحن بدورنا نثمن كل الجهود الشبابية، كل الجهود المسؤولة، الطاقات الواعية الواعدة التي تسعى إلى يعني صناعة الأفضل وتخليق كل ما هو جميل. النجاح مسيرة ممتدة، وأزعم أنكم وصلتم إلى قدر ليس بالزهيد من النجاح. أستاذ محمود سلام أبو مالك كما تحب أن تنادى، خذنا إلى شيء من الشعر قبل أن نواصل نقاشنا الجميل بحضرتك وبمعيتك، إلى شيء من الشعر. أسعد الله قلبك، أسعد الله قلبك. طيب، هذه لعلها في الإطار نفسه الذي تحدثنا فيه الآن. تفضل. كان الرجال رجالا والنساء نساء، فطرة لا قراطيس ولا كتب. الآن ما الآن؟ الآن ما الآن؟ صار الكل منفتحا يقرأ ويكتب والأفهام تحتجب. يا الله، فليت قريتنا للآن قريتنا، والناس ما قرأوا يوما ولا كتبوا. قالوا ضللت وتدعو أن نظل على أمية وظلامات، فقلت هبوا، أليس أمية ما نكست فطرا خيرا من العلم ممزوجا به العطب؟ عبد الترند رعاه الله، لست ترى من منبر ما له من فوقه خطب، من فرط ما حاز من دال ومن ألف، يظن يعصمه من غيه اللقب. عي اللسان فلا المرفوع مرتفع في شدقه، لا ولا المنصوب منتصب. يقول في النحو ما لو كان مبلغه لسيبويه لظل الدهر ينتحب. يقول قالته سيان كان لها من وجهة سبب أو لم يكن سبب. يا سلام، يفتي بمسألة لو سيلها عمر لقال يفصلها صحابة النجب. أما الكموج فكانت نهجه أبدا، والخنفشار له في أصله نسب. أبو حنيفة لو يلقى مهابده لمد رجليه لا عبق ولا نصب. والشافعي لو أن الشافعي رأى لقال لا علم ما لم يسبق الأدب. اثنان والشافعي لو أن الشافعي رأى لو أن الشافعي رأى لقال لا علم ما لم يسبق الأدب. الله الله عليك. اثنان لا يجمع الرحمن بينهما في قلبك، العلم حق العلم والكذب. يا سلام يا سلام، أحسنت إلقاء وأحسنت فكرة وفكرا. أبا مالك، صبر. أنت شاعر كبير
وحامل هم أكبر، ألا وهو خدمة اللغة، لغة القرآن الكريم. إن مهمة خدمة اللغة العربية مهمة عظيمة كما تعلم، وهناك صعوبات كثيرة تعتري هذه المهمة. ما المطلوب اليوم من أجل خدمة لغتنا التي نحب؟ تفضل أبا مالك. المطلوب طبعا له مستويات عدة. الفرد عليه أن يتصل بهذه اللغة سماعا، وأن يسمعها إلى أبنائه لغة عربية فصيحة تعوضه عن افتقاره، أقصد افتقار الطفل، تعوضه عن افتقاره إلى هذا المجتمع الذي يتحدث باللغة العربية الفصحى الآن. فلذلك هذه من واجبات الآباء، أن يسمعوا أبنائهم لغة عربية فصيحة ولو بقدر يسير كل يوم. هذا على مستوى الأفراد. نعم. وله ما بعده من مهارات، يعني مهارات لغوية. وكذلك على مستوى المؤسسات، لو أن المدارس في وطننا العربي اشترطت على معلمي اللغة العربية في مدارسهم أن لا يتحدثوا داخل الفصل إلا بالعربية الفصحى، انطلاقا حتى أو تماشيا حتى مع الذي يسيد الآن في العالم كله، إذ نرى اللغات لا تتعلم إلا هكذا، يعني لا يدخل معلم الإنجليزية في أي مكان ليتحدث في الفصل أو في حصة الدرس بغير اللغة الإنجليزية، هذا مستحيل. فلهذا نقول على العرب أن يفعلوا هذا أيضا، أن يسمعوا أبنائهم وأن يدرسوا، وأن تتخذ خطة رسمية لتقريب اللغة مرة أخرى إلى الناس، وإلى الأخذ بيد الأطفال لكي ينشأ جيل يفهم قدر هذه اللغة ويفهم دوره ويفهم كيف أنها وسيلة، من دونها سنضل لا شك وسنقع أسرى لمن يسيئون الفهم، فهم النصوص، وينقلهم هذا إلى 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 المسارين، يعني إلى أقصى اليمين وإلى أقصى اليسار، وكلاهما على خطأ. وإنما علينا أن نحسن فهم اللغة لكي نحسن فهم الحياة، ولكي نحسن فهم الدين، ولكي نحسن فهم وهكذا. يعني هذا الذي إجابة مبدعة لم تخلو من حكمة رائعة واسعة. وهكذا أنت ما شاء الله عليك، يعني تغبط على هذه السجية اللغوية وهذا الحضور العالي، ما شاء الله عليك. ومثل ما منقول بالشام، عيني عليك باردة، وإن شاء الله ما بنحسدك. أبو مالك العزيز، يعني قبل ما نرجع للشعر مرة ثانية، دعني أسألك هذا السؤال. يعني اليوم نرى أن هناك من يتعمد قصدا أو إهمالا تهميش دور المثقفين بشكل عام والشعراء بصورة خاصة، ودعنا لا نعلق المشكلة فقط على الواقع، في المقابل على المثقفين أن لا يتوقفوا عن صناعة الصدى. كيف تعلق على ذلك؟ تماما صدقت، بل ان الامر لا يخلو من يعني هذه التي يسمونها المؤامره او نظريه المؤامره، بل هي الحقيقه. نعم. الحقيقه اننا امام محاولات قديمه جدا قدم التاريخ، يعني لتفريغ دور المثقف العربي. نعم. واهل الوعي العربي من دورهم الفاعل في الحياه، ونقلوهم إلى الحداثة وما بعد الحداثة لكي يكتبوا كتبا لا تدور إلا حول نفسها، ويكتبوا نصوصا لا تقصد إلا سطورها، شكلا لا مضمونا، ويقولون لهم اكتبوا ولا يهم ماذا ستكتبون، وإنما المهم أن كيف ستكتبون. لهذا وجدنا من يبنون بيوتا فارهين، أو هذا بتنص الآية، يعني يكتبون ينظمون أبياتا فارهين أيضا. يعني إيه فارهين؟ يعني لاعبين عابثين، لا مراد لهم ولا مقصد ولا بوصلة ولا هدف. لهذا كان هذا سببا من أسباب اعتزال الشعر سنوات، من يعني مكثت معتزلا من الشعر من سن 24 تقريبا أو 23، ولم أعد إلا في 27. في هذه الفترة كنت أراجع نفسي، لماذا أكتب ولماذا وما دوري أنا كمثقف أو يعني رجل يحاول أن يقدم لأمته هذه دورا. فاعتزلت الشعر وكتبت نصا أظنه يجيب عن هذا، ولعله يعني يكشف رأيي في المسألة ورسالتي إلى أهل الوعي. إذا كان النص متاحا بين يديك الآن، حبذا لو تقرأه علينا،
تفضل، أفعل إن شاء نحن الله. يعني جاهزون للاستماع إن كان النص متوفرا الآن. بارك الله فيك. نعم، تفضل. سميت القصيدة وحملها الإنسان، يا الله. ودعته وهوى من قبضتي قلمي، ولم أجد بعده إلاك يا ألمي. ودعته ليس كفرا بالقصيد، ولكن مؤمن برسالات سكن ندمي. يا سلام. أصدقائي، يا أيها القابضون على الوعي، مستمسكين بحبل البصيرة، منتظرين الصباح، لم يزل بارق الأمل المرتجى رهن راحتكم، فعدوا قلب ثكلى بكت بينكم طفلها، أن تكونوا لها بلسما للجراح وتعيدوا الصباح. يا سلام. عذركم معكم، عذركم معكم، فالجميع ضحايا ظلام طويل، ولدنا جميعا خفافيش ليل، نعربد في الظلمات بغير اهتداء، نعتق كأس اغتراب بعيد، ونسلم أنفسنا للفناء، وتسكرنا غنوة الجاهلي، دراويش كنا ندور 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 ويحلو الغناء. محمود درويش، لم أجد أحدا لأسأل أين أين الآن، أين مدينة الموتى وأين أنا، فلا عدم هنا في الله، هنا في الله زماني ولا وجود، الجميع ضحايا ولا يعرفون الحكاية، أرهقتهم تفاصيلها، شفرات رموز حداثتها وحواديثها، سكروا في دوار المتاهات لا يعرفون طريق البداية، والبداية مرهقة دائمة، فالبداية أقدم من آدم، يا سلام. البداية مرهقة دائمة، فالبداية أقدم من آدم، الخليفة فيها سيفسد فيها، سيسفك بين رباها دمى. دما، الخليفة فيها سيفسد فيها، سيسفك بين رباها دما، لكن الله علمه من لدنه، فصار بما جهلوا عالما. تلك أسماؤهم، تلك أسماؤهم، فاستحق الخلافة أو فابق في ظلم هائما. يا شعر، لست سوى مجرد زورق بك يعبر المعنى إلى مرسى القلوب. الله. يا شعر، لست سوى مجرد زورق بك يعبر المعنى إلى مرسى القلوب، أهواك لكن لست فتنتي الأخيرة، فانطلق بي إن أردت صداقتي، كيما نضيء لأمة الثكلى الدروب. وأعذر صديقك أيها الشعر الوفي، أنا الذي غيرت أقوالي وبدلت المقال، محمود أكبر من مجرد شاعر حتى يضيع تحت أقدام القصيدة كل غال، لم يبقى متسع لكي أبقى أسيرك، إن فوق الكتف أحمالا ثقال. ثقال، الله علم قلب الأسماء، حملني الأمانة، فانبريت لحملها ظلما وجهلا، حين أشفقت السماء والأرض منها والجبال. اللهم أجملك، ما أجملها من قصيدة، ما أعلاها من فكرة، ما أسماه من نبل شعري وفكري. أنت بهذه القصيدة إنما تكمل
ما بدأه السابقون من أجدادنا المبدعين الذين يعني ثبتوا على جادة الشعر دون أن يقبلوا فكرة تلويثه أو التلاعب في هذه اللغة العالية التي لا تقبل أن يشوش عليها أي حاسد أو أي دخيل ومدعي. أكيد سنواصل معك محمود سلام أبو مالك الشاعر المصري الجميل، لكن لابد من استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين أينما كنتم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. ضيفنا عبر سكايب من جمهورية مصر العربية الشاعر الأستاذ محمود سلام أبو مالك وصاحب منصة صحح لغتك. اليوم بإمكانك يا أبو مالك من خلال هذه المنصة المتاحة لك عبر الفضاء الرقمي أن تقول كل ما لديك، لكن وإن كنت نموذجا إيجابيا كما يرى كثيرون وكما أرى أنا أيضا، إلا أن هناك الكثير للأسف من الكوارث التي تظهر لنا على هيئة مقاطع فيديو، على هيئة منصات أو تسمي ذاتها منصات، وهي تهرف بما لا تعرف وتفتي بما لا تعلم للأسف، وتسيء إلى اللغة أكثر مما تخدمها. السؤال هنا كيف يمكن ضبط الحالة بحيث لا تتحول إلى فوضى، وكذلك حتى لا يفتي في أمور اللغة المتطفلون والطفيليون، سمها إن أردت؟ والله يا صديقي هذا يعيدنا إلى النص الأول الذي بدأت به، ولعله يعني لم فضل. يعني أنا الذي كنت أنتقده في النص الأول الذي سميته عبد الترند، إنما هم أولئك الذين أشرت إليهم حضرتك، الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يصدرون أنفسهم بوصفهم علماء فيتكلمون في مسائل يعني قتلت وانتهت، ويقول أهل العلم فيها قولهم الفصل. ولكن هذه آفة معطيات العصر، لا أقول آفة العصر لأن هذه الفتنة مع الأسف قديمة أيضا، فتنة التحدث والتكلم بغير علم. يعني هذه ذمتها الأديان، يعني ذمها الإسلام وذمها التاريخ وذمها كل أهل العقل أو كل أهل العقل. على كل حال أقول إن الجديد في هذا العصر هو الكاميرا، الموبايل، السوشيال ميديا بمصطلحات العصر، هذا هو الجديد، لكن الفكرة نفسها قديمة. فلذلك أرى أن نتحلى بوصايا القدماء، ألا نحدث بكل ما سمعنا، وأن نميت الباطل بالسكوت عنه. ما هو أنا إذا شاركت مقطعا وغيري شاركه من باب الانتقاد، إنما نساهم في نشر هذا الفراغ. لكن أرى على الصعيد الآخر أن يدلي أهل العلم الحق وأهل الوعي الحق والحقيقيون يعني بمقاطعهم أيضا التي يتكلمون، فأن يكثروا سواد الحقيقة. يا سلام. أن يكثروا الجميل لكي يدحض هذا القبح وهذا الفراغ وهذا العبث. اليوم إذا وقفنا جميعا نحن الذين يمكننا أن نساعد غيرنا بكلمة طيبة، بقصيدة مهمة، بفكرة رائقة، إذا صمتنا ووقفنا مكتوفي الأيدي أمام أولئك الذين يفتحون التيك توك وفيسبوك وغيرهم ويصوروا مقاطع فارغة بل مفسدة في الأرض، إذا وقفنا نحن صامتين لا شك أن هذا القبح سينتشر أضعاف انتشاره الآن. فلذلك أوصي يعني بمسألة علم آدم الأسماء، الله عز وجل لم ينفي أن الإنسان سيفسد فيها على حد قول الملائكة، ولكنه علمه الأسماء لكي ينقل هذه الأسماء الأسماء هنا إن اعتبرناها الحقيقة أو اعتبرناها العلم أو اعتبرناها الدين، إنما هذا هو الذي يعادل مسألة الفساد. يعني إن كان من فساد أو إفساد فلا بد أن يكون صلاح وإصلاح لكي تتوازن الكفتان وتستقيم الحياة.
وإلا فنحن نتآكل ونتلاشى تدريجيا. لكن أبشر، يعني الخير في الأمة إلى قيام الساعة إن شاء الله، ما دام فيها أولئك الذين نراهم الآن يعني قد تضاعف عددهم وتضاعف المقبلون عليهم من أهل العلم والفن والأدب والثقافة الحقة، الذين يستمسكون بالعلم والنور والهدي وينشرونه أيضا في الناس، ويتابعهم آلاف مؤلفة وملايين، يعني نراهم طبعا، ولا نستطيع أن ننكر الدور الإيجابي لهذه الوسائل، والذي فطن إليه من فطن واعتلى صهوته من اعتلى. إذن أنت تبشر بأن فكرة الوعي في منطقتنا العربية ولدى الناطقين بالضاد لا تزال في تنام متواصل وكبير. قبل أن نواصل النقاش، عد بنا من جديد إلى شيء من الشعر. تفضل اقرأ هذه المرة ما تحب أنت، لن أطلب شيئا. لا، أسعد الله قلبك. جميل لأن الله أجمل، والحياة معرض لوحات الجمال كما ترى، ونور لأن الله ينفخ نوره لينبت في صلصالنا الحب أخضر. يا سلام. جميل لأن الله أجمل، والحياة معرض لوحات الجمال كما ترى، ونور لأن الله ينفخ نوره لينبت في صلصالنا الحب أخضر. لذا أنا مبسوط، لذا أنا مبسوط، يا سلام. ولا زال وما زال ربنا لذا أنا مبسوط وما زال ربنا يفيض على فنجاني المر سكرا. الله عليك. ولست أخاف الموت، فالكل ميت، ولكن خوفي أن أعيش مكدرا. خلقت لحمد الله كل دقيقة، ولست أبالي بعد ذاك بما جرى. يا سلام. ولست أبالي بعد ذاك بما جرى. أعد علينا البيت الأول لو تكرمت يا أبو مالك من جديد. جميل لأن الله أجمل، والحياة والحياة معرض لوحات الجمال كما ترى. قد يختلف معك الأصوليون في العروض ويقولون لماذا دورت البيت وقد كتبته على الطويل؟ كيف يمكن لك أن تقنعهم بفكرتك يا أبا مالك؟ وربما يتهمك بعضهم أنك قد يعني أحدثت خرقا، وإن كنت أنا من أصحاب هذا التوجه أن تكتب بحرية، خصوصا أنك لم تخرج على الخليل ولا بحوره. بالضبط، هذه هي الفكرة. أحسنت إذ طرحت هذه المسألة، لأنني يعني من بين أبناء الذين أحبهم، أو من بين وجوه التي أحبها الوجه العروضي، هذا 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 العروضي الذي بداخلي، يعني لعله هو أقرب وجوهي إلي وأحبها إلي. وربما هذا هو سبب أنك سميت ابنتك موسيقى مثلاً. يا سلام يا سلام، ما أجملك يا أبو مالك. تفضل أكمل. فكيف ألام إذ سميت بنت الروح موسيقى؟ فهذا هذه حقيقة. يعني العروض في نظري كالفقه ربما، وكاللغة أيضا، ليست مسألة صواب وخطأ فقط، يعني ليست المسألة فيه بين الصواب والخطأ فقط، وإنما بين الصواب والخطأ مساحة كبيرة جدا من الطاقات المسكوت عنها. يا سلام. هذه الطاقات المسكوت عنها يقف الناس منها على فريقين أيضا، منهم من يلتزم الظاهر كما هو معروف عند أهل الفقه، خلاص مسكوت عنه إذن لن نفعله، يعني لا أريد أن أسمي الأشياء بغير أسمائها، لكن على كل حال يقولون ما لم نجد شاهدا عربيا على هذا تحديدا فلن نفعله لأنه خطأ، خلاص. في حين أن الخليل نفسه لم ينفي أن تكون موسيقى
وأن تكون صور عروضية أخرى، وأن تكون طاقات موسيقية خليلية أيضا، بخلاف ما أثبته هو. أحسنت. هذا إن ذهبنا إلى ابتكار صور وبحور وموسيقى لم يكتبها الخليل ولم يرصدها، خلاص، هذا إن ذهبنا إلى ذلك. لكن طبعا الواقعة التي بين أيدينا الآن لا لا لم تخرج عن دوائر الخليل، طبعا يعني إنما كتبت على الطويل، لكن المسألة كلها أننا دورنا البيت ولم يشع عن العرب أنهم كانوا يدورون في الطويل، خلاص. ولكن لكنني حتى وإن أحب لم هذا. يشع، حتى وإن لم يشع لدى العرب التدوير على الطويل، طالما أن التدوير تم ونجح ولم يخرق الموسيقى، إذا هو مقبول وجائز. ممتاز، هذا تماما، إضافة هذا إلى استنتاج يعني يعني أننا وليس نزيد على قاعدة، هذا، إنما هو استنتاج يعني أحاول أن أمنطقه فقط. بل أقول إن الاقتدار والتمكن من الموسيقى هي التي تدفع الشاعر إلى التجديد بما لا يخرق الأصل، الله عليك، يعني التجديد بما لا يخرق الأصل، بالضبط، وهنا يعني مربط الفرس. هذا مهم جدا، مهم جدا 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 أن نحاول أن نجرب. لماذا؟ لأن القصيدة العمودية يتهمها بعض لا أريد وصفهم، بأنها جامدة متقولبة ولا تتسع لطاقات موسيقية جديدة، نعم، ولقد استهلكت واستنفدت ما لها من رصيد. لكن الحقيقة على خلاف هذا تماما، أحسنت. إنما نقول إن القصيدة العمودية منذ بدأت أيام امرئ القيس ورفاقه إلى يوم الناس هذا لم تشغل 10% من الطاقات التي يمكنها أن تقدمها. أحسنت كثيرا. وعلى الشعراء الحقيقيين وأهل العروض وأهل الموسيقى العربية، موسيقى الشعر يعني، أن يبتكروا هذه المواطن التي يمكن للقصيدة العمودية أن تقدمها. ما أحسنت لم يجزئه العرب يمكننا أن نجزئه، أحسنت ما لم يشطره العرب يمكننا أن نشطره، ما لم يتبنى العرب وما لم يرتكب العرب من صور في الأعاريض والأضرب، يمكن الشعراء الآن أن يمارسوا نعم هذا. بل يمكنهم أن يتخذوا تنويعات موسيقية أخرى. أنا مثلا أحب أن أزحف مستفعل الثانية في البسيط، مع أن هذا لم يشع عند القدماء إلا في أمثلة معدودة على الأصابع، لكنني أحب هذا وأراه يكسب البسيط طاقات ورحابة موسيقية أعلى. نعم لهذا أدعو الشعراء إلى تجريب هذه الأراضي الجديدة، سواء في البنى النحوية داخل القصيدة العمودية، أو حتى في ارتكاب صور جديدة من صور الزحفات والعلل وما إلى ذلك، لعل هذا يسهم من هذا الجيل يعني. وأنا أحمد الله أن في هذا الجيل من أمثالكم يا صديقي الذين يكتبون الله يحفظك. القصيدة العمودية بشكلها المعاصر البديع، الذي لم ينفصل عن تاريخه وتراثه، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أحد أن ينفي عنه الحداثة والجدة والواقعية العذبة يعني. أحسنت كثيرا. فأحمد الله أن في هذا الجيل أمثالكم الذين يستطيعون أن يفعلوا ويقدموا كثيرا في القصيدة العمودية. وأنت والله كذلك، ولا أجاملك في هذا أبدا. أستاذ محمود، هناك الكثير من الواجبات التي يمكن لها أن ترتقي باللغة العربية وتعزز حضورها كذلك. حبذا لو تشرح لنا جانبا من مبادراتك، محاضراتك، من أجل إثراء العربية وتطويرها. أعطنا نماذج حية لمواقف شهدتها أنت. والله أنا تجاربي، أنا أدرب على اللغة بشكل حر، يعني إيه بشكل حر؟ يعني ليس بشكل نظامي، لست داخل مدرسة نعم ولا داخل جامعة ولا أدرس إلا لمن يحب، هذا الذي أفعله دوما، يعني امتثالا لبيت شعر لي: قل ما تريد لمن يريد سماعك، هذا وإلا فاحتمل أوجاعك، يا سلام. لا تحدث إلا من يحب أن يستمع. لهذا الذين يقدمون علينا والذين يأتون لكي يستمعوا ولكي يغترفوا من نهر هذه اللغة التي ننقلها إليهم، إنما يأتون راغبين باختلاف أعمارهم. يعني يجلس أمامي الطفل ذو الـ 5 سنوات أو ذو الـ 6 سنوات،
ويجلس أمامي الشيخ الهرم والمرأة العجوز حقه، يعني هذه حقيقة. يا سلام. فأولئك على اختلاف أعمارهم ألمس فيهم يعني شغفا كبيرا جدا، بدءا من الطفل الذي إذا عرفته أنت بموسيقى البيت، إذا قرأت أمامه بيتا منغما عروضيا حفظ الإيقاع وثبت في أذنه، حتى إذا أعدت قراءة القصيدة عليه، وهذا لعله يعني حدث قريبا ونشرت مقاطع منه، إذا قرأت أمامه قصيدة أخرى على البحر نفسه التقطها فورا، وكان هذا كانوا أطفالا وزارة الشباب والرياضة، كانوا وزارة الشباب والرياضة المصرية ومجمع اللغة العربية كانوا قد أعدوا مؤتمرا كبيرا جدا على مدار أسبوع لي مع الأطفال بصحبة أصدقاء آخرين من مجمع اللغة، كانت النتائج باهرة جدا 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 من اللقاء الأول. يا سلام. الأطفال يحسنون السؤال، يحسنون التذوق، يحسنون التواصل مع هذه اللغة بعلومها التي تبدو لغيرها معقدة جدا. يعني إذا وقف الطفل على التفريق بين القافية المقيدة والقافية المطلقة والبنى الصرفية من غير تسمية، الطفل يلحظ هذا ويسأل عنه، بالسمع. والمواقف كثيرة كلها تشير إلى أن هذا الجيل فقط يحتاج إلى من يسمعه، أحسنت. يعني يحتاج فقط إلى من يعرض عليه، فقط إذا عرضت عليه اللغة وعرضت عليه فنونها وشعرها وأدبها ونصوصها وآياتها القرآنية، لا شك أننا يعني سنشهد اختلافا كبيرا إذا كثفنا الدورة في هذا الاتجاه. أحسنت كثيرا أستاذ محمود سلام أبو مالك، أكيد الحديث شيق معك ولا يمل منه، ولكن لابد من استراحة جديدة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن مجددا وإياكم إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا من جمهورية مصر العربية عبر سكايب معنا الشاعر الأستاذ محمود سلام أبو مالك. أستاذ محمود، مباشرة إلى الشعر قبل أن نعود إلى النقاش، اختر لنا ما تحب من القصائد أو من المقطوعات الشعرية، اقرأ علينا ما تحب من شعرك قبل أن نعود إلى الحديث والنقاش معك، تفضل. ما رواه المسافر عن مترو القاهرة؟ سئل الفتى الأمي ما السر؟ قال البساطة كلها شعر. ما الشعر؟ شف متأملا مثلا ما في وجوه الناس في المترو، وجه بلون الطمي قال هل تعرف الأرض أمي والنخيل أبي والطمي جدي وذي الأشجار خلاني، النيل يعرفني واديه يألفني، دلتاي مخضرات من كف أسواني. يا سلام. أنا أصالة شرقاوي انهمرت على لسان فتى من نسل فرساني، وجه أطل بسبحة خضراء قال لكن قلبي بحب الله ممتلئ، سيان عندي من فاء ومن صبأ، مسافر في بلاد الله ليس معي إلا هوى الطيبين الماء والكلأ. الله، يا سلام.
أخطو على سر بسم الله مبتسما تنساب زمزم حب حيثما أطأ. أخطو على سر بسم الله أخطو على سر بسم الله مبتسما تنساب زمزم تنساب زمزم حب حيثما أطأ الله بالداخل يكمل البنا تلاوته من المثاني إلى أن يختم النبأ. بداخل يكمل البنا تلاوته من المثاني إلى أن يختم النبأ. والوصل بهجة قلبي كلما انصرمت تعويذة كان يستهدي ويبتدئ. يا سلام يا سلام، كلما انتهيت شعرت برغبة تحثني على أن أطلب منك أن تبدأ من جديد وتقرأ علينا الرائع والراقي من قصائدك العالية. لا فض أفوك، أحسنت كثيرا أستاذ محمود سلام أبو مالك، ما شاء الله عليك. يعني دعنا نعود إلى الشعر والشعراء مجددا أبو مالك، والدور الكبير المنوط بهم والملقى على أكتافهم من أجل ريادة المستقبل والنهوض بالمجتمع ككل وحدة واحدة. والله أنا يعني لعل الأمر أكبر مني، يعني ما أنا إلا فرد من هذا أعطني الجيل. رأيك الشخصي باختصار، تفضل. أنا لا أرى الشعر مجرد فن، إنما أرى الشاعر مشكاة نور، أرى الشاعر قبسا عليه أن يعي هذا جيدا. عظيم. وأعي هنا وأقصد هنا بالشاعر ليس فقط القادر على كتابة بيت جميل أو قادر على التعبير، لا، إنما الذي يعي دور الشاعر في التاريخ. أحسنت. الشاعر الذي كان يصلح بين قبيلتين بينهما دماء لسنوات. الشاعر الذي الشاعر كان الذي يرد جيشا عن قريته. بالضبط، هذا الدور هو الدور الحقيقي للشاعر. لهذا أرى أن يعي شعراء هذا العصر الدور الحق لهذا الشاعر. وشيخي في هذه الفكرة هو العلم الأستاذ محمود محمد شاكر أبو فهر، الذي فطن في عصر سابق إلى هذا الفساد المراد المقصود المتعمد في حياتنا الأدبية والثقافية في هذه الأمة. نعم. وهذا الدور أو هذا الإفساد المتعمد الذي فصل هذا الجيل عن حقيقته وعن الاتصال بآبائه. أحسنت. إنما هذا المنهج هو الذي انتقل إلينا رجلا عن رجل، منهج مرتبط شاعرا عن مترابط، شاعر. وعلينا أن نواصل دورنا بحيث لا تنقطع هذه السلسلة. تماما، راية يسلمها جيل عن جيل. وهذه أمة السند المتصل، ليس فقط في القرآن والحديث، وإنما هو السند المتصل في العلم أحسن. وفي الأدب وفي الشعر. طيب أبو وفي مالك، الفن. هذا ربما يقودني إلى فكرة، يعني التفكير بالحلول أهم من الجمود أمام المشكلة. هذه العبارة ربما تكون ذكرتك بموقف ما، لحظة ما، أو ربما قصة حقيقية، ذكرتك بقصة حقيقية قد تكون مثلا حصلت. التفكير بالحلول أهم من الجمود أمام المشكلة، تفضل أبو مالك. والله يا صديقي، أنا حتى على المستوى الفردي، يعني إن لم أكن مؤسسة كبرى يمكنها أن تقدم برنامجا كبيرا وأن تدرب جيلا على هذا، تبقى الكلمة أن تنقلها أنت لمن بعدك. يعني نرى وترى معي الذين يعملون من كثب ويعملون بضمير لإفساد هذا الجيل من الشعراء، وهذا الشباب في سن مبكرة في الصفوف الثانوية أو في الصفوف الأولى في الجامعة، يأخذونهم ليفصلوا وعيهم وعقلهم ويشعرهم أنهم مثلا باختصار شديد، إن أردنا أن نصيب كبد الحقيقة، يعني يقولون لهم إما الفن وإما الدين. نعم. هذا نسمعه كثيرا.
للأسف. فهؤلاء يفتنون بهذه الوجوه نعم البراقة وبهذه الأسماء الرنانة وبهذه فتراهم ينفصلون خطوة 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 عن دينهم وعن حقيقة للأسف. أمرهم، ورأس كل ثقافة هو الدين كما يقال. طيب لهذا الغرض نصيحة الذي أفعله أنا تقدمها. أني لا أكف عن نقل نعم هذه أو نقل هذا الوعي أو هذه الحقيقة إلى كل أصدقائي من الشعراء الشباب الذين يعني لا تفصلنا سنوات كثيرة، إنما لعلها خطوة أو خطوتين أو خطوتين يعني سبقتهما عنه. وإنما فأنقل أنت هذه شاعر الحقيقة وأدعو مجيد ورائع، كل لا أصدقائي أن تتواضع يفعلوا كثيرا ذلك. يا رجل، أنت شاعر مثلهم ولا تقل عنهم، بل بالعكس بارك ربما الله أنت فيك. تثقل على نفسك وتحمل نفسك ما هي قادرة على حمله، ألا وهو أمانة اللغة، هذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض منها، ألا وهي أمانة العقل. أحسنت كثيرا أبو مالك، للأسف الوقت ضيق والحديث معك شيق، لكن مع ذلك دعني أطلب منك نصيحة تقدمها لكل مهتم بالعربية مشتغل فيها، أو كل راغب في التوسع بتعلمها، منطلقا من تجربتك وخبرتك. في الختام ماذا تود أن تقول؟ والله نصيحتي التي أنصح بها دوما نفسي والأصدقاء تفضل. أن تلقوا العربية كما تلقاها العربي الأول، الطفل العربي الأول لم يكن يدرس قواعد النحو ولا قواعد الصرف ولا قواعد العروض، وإنما كان يكتسب اللغة من أبيه ومن أمه ومن عمه ومن خاله. لهذا أكثروا من تلقي اللغة بهذا الوعي وبهذه التلقائية، إنما تكتسب اللغات هكذا، كل لغات الأرض تكتسب بهذه الطريقة، السماع والمشافهة أولا لكي تتحقق اللغة وتتحقق علوم اللغة، أو يعني يتحقق النحو، يتحقق الصرف، يتحقق العروض، تتحقق اللغة قبل أن تتحقق العلوم بها. حققوا الموسيقى قبل أن تحققوا دراسة العروض، أحسنت. حققوا النحو يعني اكتسبوا النحو، اكتسبوا اللغة قبل أن تدرسوا هذه العلوم. فكثير لدينا كثير من الدارسين الذين يحفظون المتون عن ظهر قلب، ولكنهم لا يستطيعون أن يكتبوا قصيدة جميلة، لا يستطيعون أن يقيموا جملة فصيحة إذا تكلموا، إذن كل لا واحد يستطيعون أن يكتبوا. منهم يقف على ثغر، والجميع عليه أن يكون أمينا على هذا الثغر، واللغة هي ممتاز. أول الثغور التي تعبر عنا كأمة مترابطة متراصة، تتطلع إلى تحقيق يعني مجدها المنشود، وتستعيد زمام المبادرة لتظل أمة إيجابية وفي المقدمة وفي الطليعة دائما. أستاذ محمود أبو مالك، للأسف انقضى الوقت ومر سريعا، في الختام ماذا تود أن تقول؟ أود أن أشكرك شكرا جزيلا جزيلا على هذه الاستضافة، وأنت تعلم أني من مريديك ومن محبيك، فشكرا لك على هذا والله وأنا الوقت وعلى هذه كذلك، الإتاحة أن أكون معك. جزاك والله الله وأنا خيرا. كذلك أحبك كثيرا، وكثير من المشاهدين كذلك أكيد. نرجو لك التوفيق في مشروعك الشعري وكذلك في مشروعك من خلال منصة صحح لغتك، أرجو لهذه المنصة أن تستمر وأن تتطور بما يعينها تقنيا على تحقيق انتشار أوسع، وأنت على ذلك قادر ومستحق. شكرا جزيلا لك الشاعر المصري الجميل أستاذ محمود سلام أبو مالك، ضيف بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم من يطيب التمنيات دائما وأبدا، كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.